كبداية علينا الوقوف على تعريف واضح لهذه الظاهرة الاجتماعية أو بالأحرى الآفة. التحرش الجنسي هو سلوك غير مرغوب مرتبط بالجنس يؤدي إلى الإضرار بكرامة شخص وخلق بيئة ترهيبية أو عدائية وعدوانية تسبب الإزعاج الشديد في أغلب الأحيان وتترك بصمات نفسية واضحة على الفرد. أكثر شيء نخاف يا خوتي ما واحد ماش ماخذ راحته فيه المترو، فما يلزوك فما يتبولدوا عليك يعتدوا عليك حتى في المترو أو في الكار. لا أنا وصلت حتى تعدوا علي ضربني بكف، مش حتى وصلت حتى ضربت بكفين فست المترو، جيت من نحن من عايش ولدي يقرب غادي دزني ضربني يدي تركك سايب روح وعندي تكلم وهو يفوح فيك. تبدا البيبان محلوله والناس لاصقه لبعضها، ما تعمرش كبير في الترونسبور كرمليانة اللي يلصقك واللي منعرفش برشا مشاكل عرك تلصيق بيان سور موجود أخلاق ما منحطة جملة. في تونس وفي حياتنا المعاصرة اليوم تزداد معاناة المرأة التونسية العاملة والدارسة سواء كانت متزوجة أم فتاة، وبسبب هذه الظاهرة التي تتلون مظاهرها بين التحرش الشفوي من إطلاق النكات والتعليقات المشينة والتلميحات الجسدية والإلحاح في المحادثة ورمي نظرات ملحة، ثم تتصاعد فيما بعد حتى تصل درجة اللمس أو التحسس والقرص أحياناً داخل الحافلة أو المترو في الطريق إلى العمل أو إلى المدرسة أو إلى الجامعة، حتى باتت الكثيرات يتجنبن المواصلات في وقت الذروة. جيك كان كلكا يقف وراك يقف بجنبك يقلقك هذا الكل، بيسك انت هاب سيرتو هاب تصبح تخدم على روحك وسافوا ربي يعلم واحد بحاله يجي عقلق على الصباح شكون الرياكسيون تاعك. انا با مال دو فوا نهبط ناخذ تاكسي والسبين والدز والكلام الخايب، نتعرض للمضايقات بعد ساعات يبداو الاولاد يبداو يفدوا شويه، فما كلام زيد يبداو يلصقوا لوك في البلاصه فما برشا بلاصه بحذاهم. ما تاخذش راحتك في المترو توا برك نهبط واحد قال لي انت نعرفك سي نورمال يتبول كل سوا طفله بيه كل سوا طفله خايبه تبولد عليها، حتى متداينه لابسه نقاب وكل شيء تبولد عليها ما تعجبوش لبستها لابسه سرتها عريانه زاد ما تعجبوش ويتبولد عليها. مش انا تونس كامله، انا تعرضت واختي وكلنا وانتي وكلنا تعرضنا للتبوليد تاع توينس. شفت بعيني شفت بعيني ما غير ما نحكي وما شفت بعيني هي متعديه ويمسها مسقاه يحسب روحه يعدي فيها ويمد يديه ديما فما مشاكل في المترو. من نوع لكل شيء، تتعرض لكل شيء في المترو. في تونس يختلف الوضع عن سائر الدول الأوروبية، والاختلاف ليس حكرا على تونس فقط بل أغلب الدول العربية، حيث تخشى المرأة على سمعتها وتخير السكوت إذا ما تعرضت إلى موقف مماثل في وسيلة النقل. وفي أوروبا الوضع يختلف، فالقانون يكفل حماية للمواطنين من أي تحرشات جنسية سواء كان ذلك في مكان العمل أو في الأماكن العامة، وبموجب التشريع الذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي بدأ العمل فعليا في المحاكم سنة 2005 بقانون ضد التحرش الجنسي. وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 78% من النساء اللواتي تعرضن إلى التحرش قد تقدمن بشكاوى لدى السلطات، كما توجد الكثير من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتناهض هذه الظاهرة وتساند الضحايا. حتى في أوروبا التحرش الجنسي أصبح معنا جريمة، والقانون معنا الأوروبي بصفة عامة والقانون الفرنسي خاصة، نحن دائما معنا مطلعين أكثر على القانون الفرنسي، معنا أن فما عدة معنا قرارات معنا قانونية معنا تأكد معنا بإدانة معنا الشخص اللي قم بهذا الفعل. قضية التحرش الجنسي داخل وسائل النقل العمومية خطيرة جداً، فوسيلة النقل العمومي جزء لا يتجزأ من حياة التونسي العامل، والتجاوزات الأخلاقية فيها محل تساؤل. بالنسبة للتحرش الجنسي في وسائل النقل ما تكونش بكثرة، بالنسبة لنا احنا ما تظهرناش بكثرة بالرغم اللي هي موجودة بكثرة، أما بالنسبة للبنت التونسية ما تعلنش على التحرش هذا،
علاش تخاف على كرامتها، تخاف على عائلتها، تقول لك بابا اخويا كذا، ما تنجمش تعمل مشاكل قلة برشا. حتى كي تجي تقول مش عارف راهو كثرونا من المتروات، راهو الشارج برشا. بالنسبة فما أوقات معينة، فما أوقات الذروة هي اللي تصير فيها الحوايج هذيا. على الرغم من تكثف هذه الآفة في الآونة الأخيرة، فإن مسألة التحرش تبقى رهينة الاكتظاظ وسعة الذروة كما عبر عنها العديد من التونسيين، حيث أن الاكتظاظ يؤمن بيئة ملائمة لمن تسول له نفسه الاعتداء على غيره، سواء لفظيا أو بطرق أخرى مختلفة. لا أراك الله مكروه، الروح متاعك تطلع بيها، فما زحمة، فما مضايقات. أبسط حاجة تنقصيد على اللبسة كيفية باش بنيت أصيب اللوك هذيك، يجي تطلع فانا في المتو تلقيها دزين بشميت في الكيران خاصة. شوف حكيت ما تجيش، ما تحكيش معناها قلة التربية، معناها حتى ما يقدروش لمرأة كبيرة لرجل كبير. فما زحمة يستغلها الزحمة الكي. المرأة التونسية تخشى كثيرا على سمعتها وعرضها، فتخير السكوت على البوح أو التقدم بشكوى. وفي هذا الإطار بحثنا في الجانب القانوني لهذه الظاهرة في محاولة لتوضيح الإطار التشريعي للضحية. الناحية القانونية مرتبطة بالناحية الدينية، وفي تونس نحن أصبحت معنا ظاهرة كبيرة، والظاهرة الكبيرة مرتبطة معنا بالأن التونسي معاش كالتونسي المتخلق المتربي اللي يحترم الجار ويحترم الجارة ويحترم معنا بنت الحي متاعه. كانت قبل التونسي متجرأش مش يهاجم اي فتاه، لان الفتاه هذيك تنجم تكون قريبه، تنجم تكون من العشيره نتاعو، تنجم تكون معناها من المدينه نتاعو، تنجم تكون بنت بلادو او بنت الحي نتاعو. توا التونسي اصبح خليفه من التونس، حينئذ الاختلاط هذاك انجر عنه ان معناها عدم الاحترام، ثم الانحلال الاخلاقي. الانحلال الاخلاقي معناها ان التونسي اصبح معناها بنت ما يحترمش، وناس رئيس اصبحت المراه والتحرش الجنسي اصبح شيء عادي، لان ما التحرش الجنسي شنو مش يكون في حاله معناها السكره وفي حاله غاز. انا معناها يرى امراه جميله، يرى ان من معناها من دون احترامها ما يقول الكلام البذيء. هو الكلام البذيء في حد ذاته الاحترام معناها تحرش جنسي. هو ما يظنش ان المراه هي تجرأ مش تقول بشكوى ضده، معناها اذا ترى هي مش تنجم تبعد او معناها وتشتكي شخص اخر فقط. التحرش الجنسي معناها في الحاله هذه معناها ان معناها في حافله في وسائل النقل معناها تعرف ان الاكتظاظ معناها وسائل النقل اصبحت معناها وسائل معناها مكتظه، معناها يجي معناها شخص معناها الفتاه هذه اول حاجه معناها انه تقوم بشكايه ضد شخص او تعمل له كل نوع من كل الشوشره في الحافله، ثم الشوشره هذيك تنتهي الى مركز الامن. ما نظنش امراه محصنه مش تجيب شهره نفسها وتمشي لمركز الامن او وهي معناها وهي ما حينئذ هي ما وصلت وعند الشوشه هذه الا فما بدايه حجه، معناها بدايه حقيقه في الحكايه هذه. ونظن حتى معناها البحث بدايه وحتى في القانون ما نظنش كان مش يقول اول سؤال يقول ما تعرفوش الشخص هذا عندك مشكله معاه، لا ما نعرفوش. حينئذ تولي معناها الكلام تاع هذه المرأة كلام صحيح، وان معناها الواقع وقعت حتى عدة قضايا معناها تعرف ان السجن وصل حتى سنة سجن. فمعناها مش نقول لك سنة نجم معناها توصل حتى اكثر من سنة سجن، لان معناها هو معناها التونسي من القانون ما سمحش في الحكاية هذه، ويحب حتى الظاهرة حتى ما توسعش الظاهرة، يلزم يحد لها حد. غرامة مالية مليحة، فما زي مادي زي معنوي، لكن معناها ان المرأة ما نظنش كان المرأة الا مش تكون بالتحرش الجنسي مش هي طالبة المال اكثر من الادانة. لا معناها غرامة مالية معناها تصير فما مالية شكلية فقط، معناها لان معناها مش طالبة بها. شنو اسباب مش تطلب الغرامة المالية؟ مع حتى المحامي في الحالة هذه معناها انه يطلب المليم الرمزي فقط، هو حاجته بالإدانة، مش هذا يكون معناها قدوة، معناها الحكم هذا يكون قدوة للأحكام أخرى فقط. كذلك لا يمكننا أن نخفل الجانب النفسي لهذه الظاهرة، خصوصا إذا ما فضلت الضحية الكتمان وعدم البوح بما عاشته. Effectivement, مش كل واحد باش يطلع في الكار ولا ياخذ مايان دو ترونسبور يبو معناها افواغ سيت اكت لا. دونك ديجا هما سي دي بيرسون معناها
سبيسيال نقولوا ما ينجموش كونفرونت ان بارتنير ولا افوار اون ريلاسيون نورمال بيان سور معناها هما يلوجوا لا فيكتيم ils peuvent là voir que c'est une personne haka mais c'est pas obligé que qu'elle soit provocante parce que Romabi donc c'est des gens qui ne sont pas qui n'ont pas la capacité de se imaginer يخذوا une gifle ولا حاجه كني donc Romabi il a toujours une victime اللي هي تحشم حشيمه c'est la personnalité pervers معناها mais je dirais que bichi pour avoir une relation saine bichi il n'a rien à donner il n'a rien à il y a pas d'affect il y a pas d'affection il y a pas de manière c'est bestial c'est même pas manière donc c'est peut-être un enfant sans affection c'est un viol mais c'est pas moi j'ai une manière viol dans le sens ما تفطنش بيه خاطر بون هما تفطن ولا ما تفطنش تحسيب واحد يدز فيها ولا تنجم يكون معناها الاثار ما نقولكش اثار كبيره اللي باش تخلي معناها برشا خاطر كما قلت ما فماش لا فيولونس ني با مانيفيست ما فماش معناها une agression de manière franche sur التأثير نتاع ذاك الوقت ذاك معناها نفسيتها تبدا متقلقه كما قلت لك يعني باش تقول elle va se poser des questions elle va être perplexe elle va être معناها مش فاهمه شنو اللي جرى لها في اللحظه هذيك دونك باش تدخل شويه بعضها مي بعد بون باش تفهم اللي كونه هذا السيد جي عمل هكا التصق وبعد مشي على روحه معناها باش تاثر عليها في الوقت هذيك اما التاثير اللي باش يصير هو كونه باش تولي ترد بالها. دراسة هذه الظاهرة من الصعوبة بمكان حيث أن الأرقام والإحصائيات غير متوفرة ولا تمثل إلا جانبا بسيطا من المعاناة نظرا لحساسية الموضوع وتهرب الكثير من الضحايا من البوح خشية من الفضيحة ورغم أنها الضحية فإن أصابع الاتهام ستشير إليها بالضرورة في مجتمعنا التقليدي حتى أن الشركة التونسية للنقل لم تتمكن من تقليص هذه الظاهرة رغم المراقبة فالتجاوزات كثيرة في موضوع النقل ومن بينها التحرش الجنسي بالنسبة لنا احنا كي تصير الحوايج هذه واللي هي بقلة نوليو ناخذوا الإجراءات اللازمة شنو هي الإجراءات هو نوليو عندنا مراكز الشرطة في كل محطة كبيرة نكلموا الشرطة تجي تاخذ الإجراءات اللازمة وبالنسبة لشركة المترو ما تنجمش توفر بالصفة هذه احنا نحقوا باش نوصلوا مش عارف نشدوا ترسكية ونشدوا الفويت نسموا عملنا حاجة كبيرة برش بطبيعة الحال الأمور إنسانية احنا مش عارف النقل بصفة عامة هو إنساني قبل ما يكون حاجة أخرى عمل إنساني قبل كانوا خاطر احنا عبارة بأخواتنا وبناتنا وأماتنا وكذا نحسوا بهم معناتها شفت احنا نحرصوا باش نوفروا ديبارات باش العباد تروح نفس الحاله زاد نحرصوا باش المواطن هذاك في كفالتنا هذاك عباره من شاف ديكار عند شاف ديكار عباره المواطنين هذم الكل اللي تشوف فيهم في المحطه في كفالته كان تضرب كان تمس كان تسرق كان حاجه نحاولوا سوا ما نجموش حتى ما نجموش ناخذوا اجراءات نحاولوا امور اداريه امور مع الشرطه ننسقوا مع الشرطه في اقرب وقت ممكن ونحن اذا ما قدمنا المراه على انها الضحيه فاننا لذلك لا نقدم أحكاما مسبقة فالتحرش في وسائل النقل أو بكل أنواعه الأخرى ليس حكرا على الرجال ضد النساء فهناك شريحة معينة من النساء تتعمد التقرب من الرجل أو إغواءه لكنها تبقى نسبة بسيطة مقارنة بالرجال على الرغم من وجود هذه الظاهرة مش صحيح مش صحيح بالعكس هم اللي يستفزوا في الأولاد البنات خاطر تبدأ لبسة مش محتاجة